العمال مظلمه لهم ياسر من الزمن، مظلمه بذيك نقطه الملكه 1960 ولا سبب من حقهم، مظلمه من طريق التعليم، ومظلمه من طريق الصحه، ومظلمه من طريق الجهات كاملين، من طريق اللقمه، من طريق المعاش، كل شيء كامل مظلمه. انه هؤلاء العمال من 2014 و2017 الى 2024، وطالبين من الجهات المعنيه انها ترفع الظلم عن هاو الحماله، تعطيهم حقهم اللي يستحقوا. انقصات 1300 حمال باقصاء ظروف قاهره وخارجه اراده الحماله، وذاك بكل اختصار هون، وذيك القضيه اللي كيان مناشدين هون فخامه رئيس الجمهوريه يرد اللفته لهي الحماله اللي مهمشه، وهذا يدخل في سياق مهومه بمعنى انهم كانوا يحاربوا الفساد ويحاربوا القبن ويحاربوا التهميش، وهذه الادارات اللي لا اللي لا اللي لا اللي للاسف راي ما ينفذ ذاك الارض الواقع، لانه لا يحاولوا كانوا يتصرع هو وتير تحل جميع المشاكل وتسويه مشاكل هذه الحمال.